مرة تانية أهلا بيكم، لسه معاكم في الطريق التالت. وقبل ما أسيبكم عايز أتكلم معاكم عن ملف وزارة التضامن المصرية، وتحديدا وزيرة التضامن المصرية وعلاقتها بمؤسسة الأمين أو السيد محمد الأمين. بدء دي بدء، أنا شخصيا من الناس اللي ما كانتش مصدقة أي اتهامات موجهة للسيد محمد الأمين. يعني أنا أعرف هذا الرجل عن قرب ولم أكن أتخيل أن ما حدث يمكن أن يكون حقيقي، ولكن فيما حدث وفي الاتهامات الموجهة ووفق شهادة الشهود نترك هذا الأمر لأنه بين أيدي أمينة، هي أيدي القضاء المصري الآن الذي نحترمه ونقول له كثيرا. ولكن أنا هنا أتحدث عن أداء الوزيرة وأداء الوزارة والتفاعل مع هذه المشكلة، وهل علاقة الوزيرة بمؤسسة الأمين هي نفس العلاقة بباقي المؤسسات على مستوى الجمهورية؟ في البداية في بعض المستندات وبعض التسريبات الصوتية المهمة جدا اللي عايز حضراتكم تسمعوها معانا في الفقرة دي. أول حاجة، وزارة التضامن أصدرت قرار في 16/12/2020 بوقف منح التراخيص لهذه الدور أو لهذه يعني لدور الإيواء وما يعني في حكمها. بعد اقل من كده، المستند قدام حضراتكم حالا على الشاشه اهو يا فندم، ادي القرار اهو، وقف منح تراخيص لدار الايواء وما الى ذلك، والمستند واضح وتمام ومش عايز اضيع وقت حضرتك، اقرا حضرتك بنفسك، وقف واقرا وتمعن في القرايه. نيجي للمستند اللي بعديه بقى، اقل من يعني شهرين ثلاثه كده يعني كان الاستثناء، بس قبل الاستثناء كان محمد الامين طالب الكلام ده في المديريه، والمديريه قالوا له والله احنا عندنا قرار وزاري بمنع التراخيص لدور الايواء. فكان رد محمد الامين عليهم قال لهم لا انا اقدر اجيبها لو كلمت الوزيره. تعالوا نسمع بنفسنا كده محمد الامين قال ايه في هذا الصدد. بروح انا بنفسي بعتمدها في نفس اليوم، حتى لو اضطر الامر اعتمدها من الوزيره نفسها، وانت عارفه ان انا اقدر اعمل كده. بروح انا بنفسي بعتمدها في نفس اليوم، حتى لو اضطر الامر اعتمدها من الوزيره نفسها، وانت عارفه ان انا اقدر اعمل كده. بالظبط، وقد كان وكلم الوزيره، وبناء على مكالمه الوزيره كانت النتيجه الحاليه اللي قدام حضرتك على الشاشه، وهي استثناء الترخيص لمحمد الامين لهذه الدور او لهذه الدار، دار ايواء الفتيات، اللي هي طبعا كانت موقوفه بقرار وزاري، وكان الاستثناء لمحمد الامين. ده مش كده وبس، ده الوزاره طلبت وخاطبت محافظ بني سويف بتخصيص الارض المطلوبه للبناء وما الى ذلك، وبرضه الخطاب امام حضرتك اهو دلوقتي الوزيره مخاطبه محافظ بني سويف بعد ما كان في تخصيص لهذه الارض، وكانت على مساحه 3500 متر، استغلوا 500 والثلاثه لم يستغلوا، ووفق القانون بعد 3 سنين تم سحبها، اتسحبت وبعد كده حبوا ان هم يرجعوها تاني. طيب كده احنا بنتكلم في اداء وزاره، في اداء وزيره تحديدا، يعني هل هذا الاستثناء يمكن ان يتم منحه لاي مؤسسه تانية يمكن ان تتقدم بهذا الطلب للوزاره؟ هل ممكن الكلام ده يحصل؟ يعني هل ممكن الكلام ده لو تقدم للوزيره طلب انها ممكن تدي هذا القرار بالاستثناء، ممكن الوزيره تمنح المؤسسات نفس الاستثناء؟ ده سؤالنا للوزيره، يعني معامله بالمثل ولا الموضوع ده اكسبشن بس كده لمحمد الامين؟ طيب الوزيرة يا ترى كانت تعرف؟ طبعا كلكم عارفين اللي حصل واقوال الفتيات، وانا لن اعيد على مسامع حضراتكم يعني كلام الفتيات، لانه كلام انا بعتبره كلام يعني يجرح حيائنا جميعا يعني، وكلام حقيقي يعني متعب نفسيا، يعني ان يحصل الكلام ده في فتيات قاصرات ما لهمش مأوى، بلا اب بلا ام، او اللي والده ووالدته في ظروف حبس او ما الى ذلك، الايد اللي بتطبطب تكون هي الايد اللي بتجرح واللي بتذبح. وسؤالي، هل الوزيره لم تكن تعلم بالتحرش يعني بما يحدث للفتيات؟ هعرض لحضرات دلوقتي تقرير من مكتب الوزيره ذاتها بيؤكد التحرش امام حضرتك اهو يا فندم، تقرير من التفتيش بمكتب الوزيره، يعني اللي قدامك ده اتعرض واتحط قدام الوزيره شخصيا. انا بقى مش هقول لك ده لجنه تفتيش متابعه وكيل وزاره لا، ده الوزيره اهو يا فندم، وثابت فيه كلمه اهو التحرش، وكلمه يعني مش عايز اتكلم ولا اعيد على مسامع حضراتكم، لان يعني ممكن يكون في اطفال
قُصّر دلوقتي ممكن يكونوا بيسمعونا، مش عايز أدخل الولاد معانا في هذه المتاهة لأنها بالفعل متاهة. آدي علم الوزيرة. طبعًا الموضوع بدأ يتسرب للصحافة للإعلام، بدأ بعض الناس تكتب، بدأت بعض الناس تتكلم. محمد الأمين ثار أكيد كلم الوزيرة وقال لها أنا زعلان و و يا ترى الوزيرة ردت قالت إيه؟ المفروض تقول له والله أنا عندي تقرير، أنا عندي موضوع لازم أحيله للنيابة للتحقيق، ولو أنت الموضوع بريء اثبت براءتك أمام النيابة، ولو في إدانة أنا ما أقدرش إن أنا أتدخل. قالت كده الوزيرة. طب ما تيجوا نسمع الوزيرة قالت له إيه؟ يا أخويا الحبيب وحبيبي في الله، ومش عارفة أقول لحضرتك إيه باشمهندس، والله مش عشان حنين بس، لأ علشان عارف ربنا أكيد بيحبك قوي، علشان المرحلة دي في حياتك بشوفك بتستمتع بيها جدا أكتر من أي وقت فيت. أنا شفت حضرتك قبل كده وقبل المكان ده وشفتك بعده، صدقني في كده سلام كده، وقعد عارف زي ما يكون حد بيتأمل وما عرفش يعني في حاجة تانية. ده كان رزق ناس كتير قوي قوي، البنات دول اللي حضرتك حطيتهم في عينيك، ربنا يحفظك ويحفظ عينيك ويحفظ أسرتك وذريتك ويتقبل منك يا رب كله كله. ساعدنا اضعافا مضاعفة ان احنا نحس ان البنت في ايد امينة، لان هي فعلا محتاجة رعاية خاصة. يعني انا بروح اشوفها عارف اللي هو بيمسك في ايدك قوي، يعني محتاجة بيت، مش محتاجة مؤسسة واخصائية. فده الوضع، لو حضرتك اعترض على ما هو عليه يبقى يعني ربنا يبارك. اخي وحبيبي في الله زي ما حضرتك سمعت ومش عارف ايه والموضوع، ولو كده ده انا بعتذر لك. ده مش كده بس، ده الظاهر في كنبه كده حلوه عند محمد الامين، الوزيره بتحبها قوي وبتعزها قوي وبتحس كده فيها بالراحه. ايه ده، هو انا اللي بقول الكلام ده؟ لا والله، تعالى اسمع حضرتك بنفسك من الوزيره. قعد معاكوا في الاوضه الحلوه دي اللي فيها كنبه الكبير المريح اللي الواحد بيحس فيه انه قاعد في بيت اهله، وعشان اقابل حضرتك، وحتى لو هروح على طول من غير شغل ولا حاجه، بس لقاء حضرتك دايما بيشرفني وبشكرك مره تانية. واذا كان في حصل اي سوفه ده حقك عليا انا. بكره اكلم حضرتك ان شاء الله. قصه الكنبه بقى دي نبقى نرجع لها تاني، مش دي القضيه بقى، مش دي قضيتنا دلوقتي. طيب السؤال، هو يجوز ان انا ممكن اعمل دار لايواء الفتيات ويبقى ليا اوضه بمعنى كلمه اوضه في هذه الدار؟ ليه هو كان له؟ طب تعالى نسمع، ما تيجي نسمع محمد الامين نفسه بيقول ايه في هذا الصدد وفي هذا الاطار. الدار دي لما اتفتحت وزيرة التضامن والمحافظ عارفين ان محمد الامين ليه غرفة اقامة جوه الدار، لان الدار دي اصلا كل الكلام اللي موجود فيها هو ملك لشخص اسمه محمد الامين. وكويس ان انا رضيت استضيف، مشكلة كانت موجودة في الوزارة بوجود بنات جوه بيتي الشخصي. اوكي، قال لك كل الناس عارفة، المديرية والوزارة عارفة ان انا ليا اوضة. يعني ايه غرفة ولا حجرة ولا اوضة في دار ايواء فتيات قاصرات؟ ازاي؟ مين اللي بيسمح بده؟ ويعني ايه الوزارة عارفة؟ ويعني ايه الوزارة عارفة وساكتة؟ ويعني ايه المديرية عارفة وساكتة؟ يعني ايه؟ يعني انا ممكن بكرة الصبح اعمل دار للفتيات ويبقى ليا غرفة في هذه الدار؟ حقيقي الموضوع مثير، الموضوع يثير الجدل، يثير أسئلة كثيرة مشروعة. هل ما تعاملت به الوزيرة وما تم تسريبه من هذه المحادثات ومن هذه الفويزات أو هذه يعني المحادثات الصوتية اللي حضرتك سمعتوها دلوقتي تستحق الوزيرة أن تبقى في موقعها؟ سؤال
نسأله الآن ونترك التعديل الوزاري القادم يجيب على هذا السؤال، وتقريبا يعني تكاد تكون الإجابة لدينا، ولكن كل حاجة في حينها. طيب، الناس اللي ممكن يكونوا أول مرة بيسمعوا عن الموضوع ده شيء أو بيتفرجوا عليه، أنا هسيب حضرتك دلوقتي مع بعض مقتطفات من ملف التحيات، واقرأ بنفسك البنات القصر أو القاصرات قالوا إيه أمام النيابة واحكم بنفسك. في النهاية بترك الأمر طبعا برمته، ولم نتطرق لأي شيء يخص القضية برمتها، ونحن نثق في القضاء المصري، وإن كان محمد الأمين على حق فليأخذ حقه، وإن كان مذنبا أيضا تأخذ الدولة حقها، وتأخذ الفتيات الصغيرات القاصرات حقهن. دمتم جميعا في أمان الله. انتهت حلقة النهاردة، شكرا. حلقة جاية من طريق الثالث، إلى اللقاء.